بداية التسعينات كان في بداية الإنتاج القطاع الخاص، فهي كان عطت دفق وحيوية كمان. كان في سبحان الله بهذيك الفترة في قلق بالكتابة، قلق بالإخراج. هاي الفترة فعلا فعلا كانت كتير جميلة. بفترة التسعينات اللي أنقذ هاي الفترة وكانت فعلا بأوجها، إنه كان في بطولات جماعية. النقابة ما بتعطي فرص، والنقابة دورها كان كتير سلبي بالمعنى. النقابة صارت تلعب دور سلبي سيء أكثر، إنها تعطي أذونات عمل من تحت الطاولة لناس ما هم أعضاء نقابيين. وتحيدوا الأعضاء والناس المهمة اللي تركت بصمها بفترة التسعينات وقعدوا ببيوتهم.